شيخ إبراهيم، كيف تنظرون إلى ما تقوم به الميليشيا الحوثية من استغلال للمناسبات الطائفية، ويعني إيجاد مناسبات لأخذ المزيد من أموال المواطنين وأيضا تزييف الوعي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يوم الغدير هو اليوم الموافق 18 من ذي الحجة من العام الهجري العاشر من الهجرة النبوية، وسمي بهذا الاسم لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحجة، واجتمع هذا المكان بين مكة والمدينة فيسمى بالغدير خم، ولذلك سمي بيوم الغدير. هذا اليوم إذا كان الحوثيون يحتفلون به في هذا اليوم ويقيمون فيه الاحتفالات الشرعية عندهم، لكن هذا الاحتفال ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، وليس هذه التعليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم ظنوا أن هذا اليوم هو يوم علي، هو يوم الولاية الذي ولى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي خليفة للمسلمين من بعده، ولكن هذا الكلام على غير الواقع وعلى غير الحقيقة، لأنهم ناس يعني قمة في التزوير وقمة في الفساد وقمة في الرذيلة، ولا يعرفون الإسلام طريقة. الهدف من هذا الاجتماع، من هذا الاحتفال، هو جمع الأموال وفرض الضرائب على الناس اليمنيين الموجودين هناك، وخاصة تجار مدينة صنعاء الذي ضاقت بهم الأرض عليهم ورحبت بما يفعله معهم هؤلاء السفهاء، أنهم يأخذون أموالهم بالقوة ويفرضون عليهم الضرائب بالقوة بقصد الاحتفال بهذا اليوم، ولكنهم يأخذون هذه الأموال وينفقونها على اجتماعاتهم، ولذلك هذا الكلام هو مخالف للدين وهو مخالف للشريعة. فالحوثيون يستغلون هذه الأيام، يوم الغدير ويوم الشهيد وهذه الأيام التي يسمونها في عرضهم ويوم عاشوراء وغيرها، يعني هم يستغلون هذه الأيام بقصد أصلا ترويع الناس ونهب أموالهم واخذ ثرواتهم والتضييق عليهم وفرض سيطرتهم والهيمنة الحوثية على هذه المناطق. ولكن الشعب اليمني الأصيل، الشعب الذي يتمتع بالرجولة والأخلاق، أنه يرفض كل هذه المبادئ والقيم، لأنها لا مبادئ ولا قيم، فيرفض الشعب اليمني صاحب الرجولة، الشعب الأبي صاحب الأخلاق، يرفض هذه المبادئ إذا قلنا عليها أنها مبادئ أو صح هذا التعبير، أنه يرفضها لأنها لا مبادئ ولا قيم. هؤلاء ظلمة، هؤلاء حاقدون، هؤلاء ناهبون، هؤلاء لصوص، ولا تستبعد عليهم شأن، هم الذين هدموا المساجد والمدارس قبل ذلك وهدموا بيوت الله سبحانه وتعالى، هم الذين ضيعوا آثار اليمن وأخذوها وضعوها، لأنهم هم إلا عبارة عن لصوص. لذلك يجب على الشعب اليمني أنه يقف في وجههم وقفة كبرى ويمنعهم من هذا ولا يشاركهم هذا الاحتفال، بل يقاتلهم على هذا قتالا شديدا في سبيل أنه يحافظ على اليمن، على ثرواتها وعلى مقدراتها وعلى أموالها، لأن أموال الشعب اليمني لليمن ومقدراتها لليمنيين أصلا لا للحوثيين، فإنهم يحافظوا عليها ويقفون في وجههم. لماذا؟ لأنهم هم أصحاب البلد الحقيقيون الذين يدافعون عنها، فما هم خيار واحد، إما الموت يعني الشهادة. وهذه الصور التي ترفع سيد عبد الملك كما يزعمون أنه سيد اللصوص من أولهم إلى آخرهم وكبيرهم الذي يجمع له اللصوص، يجمع له اللصوص الأموال على أن ينفقها في سهرات الحمراء وغيرها، كما نسمع وكما نقرأ وكما نشاهد. نعم. فما هم إلا عبارة أخي الكريم، إلا عن عبارة عن مجموعة من اللصوص، حتى مرتبات الموظفين الدولة لا تسلم منهم، انهم نهبوا يعني حتى مرتبات الموظفين في الدوله، فان جماعه الحوثيين هناك يقاتلون وينهبون المحلات بالقوه، وكذلك يعني تحت غطاء يعني اننا نحتفل بيوم الولاء، لا هو يوم ولاء ولا هو يوم غدير ولا هو يوم، هذه مخترعات اخترعوها.